طبعا يعني عندنا حالات تحكيميه كتيره جدا 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 هنتكلم فيها ونناقشها اكيد مع الخبير التحكيمي كابتن سمير عثمان. مساء الفل والجمال على حضرتك. يعني مباراه طويله جدا، مثيره جدا، مليانه حالات تحكيميه، يعني هنبتديها اكيد من عند حضرتك ونبتديها بالهدف الاول اللي سجله فريق فيوتشر. طبعا اهلا وسهلا بحضرتك وطبعا بكابتن اسامه وكابتن وليد وكابتن شادي. النهارده عندنا مباراه مهمه جدا تحكيميا، واعتقد في كتير من المشاهدين منتظرين الحالات التحكيميه، وانا بصراحه شايف النهارده هتبقى الحلقه فيها حاجات مهمه نشوفها مع بعض. كانت مباراه ام بي وفيوتشر، ادار مباراه نادر امر الدوله او نادر امر الدوله وايهاب فخري ومحمد زيدان وسامح حسين وحكام الفيديو محمد سلامه ميدو واحمد جابر. لو في بدايه انا لازم احيي محمد سلامه ميدو قبل ما اروح الحالات، وده اعتقد بتحيتي ليه هيبان التحليل بتاعنا. عندنا أول حالة من حالات المباراة، هي أهم حالة في المباراة. حالة من المباراة فريق فيوتشر أحرز هدف. أول حاجة هنتكلم على التحرك السيء من حكم المباراة. تحرك سيء لا يليق بحكم مشهود له بالكفاءة في الدوري الممتاز، يبقى واقف في المكان ده ويجري في المنطقة دي وبعد كده يجري بظهره. طبعا تحرك مش كويس من نادر امر الدوله، حكم كبير الناس بتتعلم منه، اول خطا عمله. طب هنا عندنا لعيب نادي فيوتشر عمل ايه؟ لعب الكره بدماغه عشان في المنطقه الفاضيه، اما لعب الكره بالقوه دي شيء طبيعي، المدافع اللي ورا هيسبق الكره مظبوط هيوصل لها، تمام؟ بسبب ان الكره خبطت في نادر وعطلت من الهجمه يبقى منعت مدافع ام بي ان يوصل للكره، طبقا للقانون. طبقا للقانون لابد هنا ايقاف المباراه واللعب مستأنف بكره مسقطه، اللي هي كان بيسموها اسقاط بقت مسقطه طبقا للجنه الايفاب. طبعا هنا لازم اول ما خبطت في نادر امر الدوله، الكره دي ما خبطت نادر امر الدوله قللت سرعتها، عملت اسيست لعيب نادي فيوتشر، منعت لعيب ام بي اللي ورا ده الوصول للكره، ان الكره دي لو ما خبطتش في نادر كانت سهل جدا المدافع اللي ورا يوصل لها، بغض النظر ان في مدافع كان في منافسه عادله، لكن باللعبه اللي عملها لعيب فيوتشر بدماغه كانت الكره هتروح بسهوله لعيب المدافع اللي ورا بتاع نادي ام بي هيوصل لها، اما خبطت في نادر قللت من سرعتها بقت اسيست مساعده للعيب فيوتشر، بعد كده لعبها وتم احراز من هدف، هدف غير شرعي غير سليم تم احتسابه لصالح فيوتشر. الهدف الاول غير سليم. غير سليم، هنا عندنا بقى مشكله اكبر. نتفرج بس على الكرة دي، الكرة دي من أجلها بعض التعديلات اتعملت، مباراة الزمالك والبيراميدز حكم إيطالي، الكرة دي اتعملت من مدافع للحكم راحت أسيست لعيب الزمالك اتعملت مرتين وجي منها هدف، هي كرة شبيهة بس المرة دي من لاعب في حكم للعيب آخر، من أجل هذه الحاجات التعديلات تمت. نرجع للحالة بتاعتنا، الحالة بتاعتنا خلاص احنا شفنا تحرك سيء من نادر أمر الدولة ولازم يحاسب على التحرك ده بغض النظر الحالة الفنية برغم انا بحبه جدا، بس ده تحرك سيء هو اللي عمل المشكلة. حكم الفيديو ناداه. أول حاجة عندنا عيب كبير جدا تقنية فنية مسؤولة عنها اتحاد الكورة عن أي حد، إن أقعد 26 دقيقة من ضمنهم 12 دقيقة إن الشاشة بايظة، فين ده؟ أمال إيه عمل الفار ليه؟ احنا بنلعب في اعلى مسابقه، اعلى مسابقه، الراجل يروح يلاقي الشاشه فاضيه يقعد حوالي 17 دقيقه ويجيبوا شاشه تانية ويسجلوها، فين الحاجات اللي تساعد الحكم وتسهله في اداء ماموريته؟ كفايه الحاجات اللي جوه، يطلع بره بقى يقعد 10 دقائق يلاقي الشاشه بايظه، ينزل جوه نلاقي في انذارات بعد كده يجيبوا له شاشه، لا يمكن، مش موجوده في حته دي. يعني احنا عاوزين عندنا منتج كويس، حاجات بسيطه، حاجات بسيطه، مباراه شغاله لغايه الدقيقه 37 ولا 38 شوط كامل يطلع يلاقي الشاشه قافله، طب الراجل الفني ده بيعمل ايه؟ معلش انا بصراحه عندي حماس بس حاجه تحزن. صحيح، لحد دقيقه 57 من عمر اللقاء بالظبط، يعني بقى لنا ساعه اوريدي ساعه، يطلع بره يلاقي الشاشه عطلانه، نقعد 25 دقيقه ونص، 25 دقيقه ونص، المهم خلاص اتحلت الشاشه بس للاسف رجع لنفس القرار الخاطئ، رجع لنفس القرار الخاطئ، بالرغم ان ميدو سلامه جاب له افضل زاويه تبين له ان في استفاده لفريق ام بي انه استلم ما قدرش يوصل للكره. بنعيدها هنا، تحرك السيده خبطت في الحكم، كان لعيب ام بي ممكن يروح بسهوله، خطا من حكم المباراه نادي محمد ميدو سلامه، برافو عليه جاب له افضل زاويه وقال له لا هنا عندك طيب في خطأ. كابتن سمير، كابتن شادي، محمد عنده سؤال لحضرتك. اتفضل يا كابتن.
لا هل اصلا سمعت رايك كده يقول لك ممكن تروح لعربيه الارسال طالما هتقعد الوقت ده كله والشاشه اخدت وقت طويل بص جدا؟ بص انا هقول لك حاجه، احنا كنا قاعدين مع بعض وقلنا الاقتراح ده هو ممكن عشان الوقت يطلع عربيه الفار بره، بس كابتن اسامه قال كويسه جدا، لازم يبقى في شفافيه، احنا عندنا ناس بيشكوا في حاجات كتيره جدا، يقول لك وهو خارج الحكم ما اتشافش وهو رايح ممكن يكون جاله اتصال وبتاع، العامل وقعد جوه 25 دقيقه ونص امشي معاه، نيجي بقى في احتساب الوقت المحتسب بدل الضايع في الشوط الثاني غلط، لان احنا اوريدي وقفنا هنا 25 دقيقه، الحكم ادى 25 دقيقه، كان في حاجات ثانيه. نروح للحاله الثانيه ودي أسوأ حاله في المباراه النهارده كتحكيميه. طب كابتن سمير بعد اذن حضرتك عايز اسالك على حاجه، يمكن بعد الهدف الاول اللي سجله فريق فيوتشر واتحسب لفريق فيوتشر، طبعا حضرتك قلت ان ده هدف غير شرعي، يمكن شفنا تهديد بالانسحاب من قبل الفريق البترولي وفعلا فضلوا متواجدين بره الملعب لفتره طويله جدا لغايه ما نزل استاذ الشريعي رئيس نادي انبي وكان ليه حديث كده قصير مع مدير الكره وبعد كده رجعوا بعد فتره طويله جدا لارض الملعب. انا عايز اسال حضرتك يعني في الحالة دي يعني كان ممكن يكون قدامهم قد ايه والمباراة يعتبر ان هم منسحبين منها؟ والله التدخل طبعا رئيس النادي كان تدخل صاحب مسؤولية، انما اللائحة عندنا بتقول 15 دقيقة وفي بعض الاحيان بيقولوا 20 دقيقة، اللائحة عندنا يعني بتقول 15 دقيقة، هو كان ينتظرهم 15 دقيقة بس كان يتعين على الحكم اول ما ينزل يدي انذار لمدير الكرة، ده تسبب في تعطيل الوقت، انت عندك حاجتين، لو انت خدت قرار خلاص انسحب، انما انت تعطل مباراة بالكامل وترجع في قرار كان لازم برضو حكم المباراة هنا يديله انذار تدخل، كان طبعا لازم مدير الكورة طبعا ياخد انذار، تعطيل اللعب انذار، الاعتراض انذار، الراجل ده عطل اللعب لازم كنت تديله انذار. تمام، دي الحالة الاولانية وطبقا لنص القانون لا هنا في خطأ. بعد كده عندنا حالة عاوزين نشوف مطالبة لإمبي ركلة الجزاء، اما نشوف الكورة لو جنش لعب الكورة برجله يبقى دي تكملة عادية في الكورة، انما لو جنش راح بايده ورجله كملت في قدم اللعيب يبقى في ركله جزاء من الام بي لم يتم احتسابها. جنش لعب الكوره بايده، عاوزين نبص القدم اليمنى بتاعه جنش خبطت في لعيب نمبي بشيء فيه من الاهمال يبقى في ركله جزاء الام بي لم يتم احتسابها. انا بعيد تاني، لو جنش لعب الكوره دي برجله كان هتبقى في منافسه وبعد كده رجله تخبط في لعيب ام بي يستمر اللعب، لكن هنا جنش لعب الكوره بايده وبعد كده في خطا باهمال من جنش على لعيب نادي امبي، هنا في ركله جزاء لم يتم احتسابها. ركله الجزاء من حق الفريق البترولي لم تحتسب، طبعا ركله الجزاء لم تحتسب. دي عندنا الحاله الثانيه. عندنا الحاله الثالثه مطالبه فريق امبي لركله الجزاء، حكم لم يحتسب، انتظرنا الفار، تدخل ممتاز من محمد ميدو سلامه، حكم كان مدي ركله ركنيه ودي برضو نقطه تقلل درجات حكم المباراه، حكم المباراه جاي عشان يحسب ما يعتمدش على حكم الفيديو. انا معلش انا بقول كده عشان من اشد معجبين لمباراه نادر امر الدوله في مباراه السابقه، طبعا ايد لعيب فيوتشر مكبر الجسم بشكل زي ده لازم الحكم لو واخد زاويه رؤيه ممتازه كان لازم ياخد القرار لوحده، النهارده نادر تحركه في الملعب مش جيد سيء. طبعا هنا ركله جزاء تم احتسابها عن طريق حكم الفيديو، برافو لميدو سلامه شاف الكوره واحتسبها وركله جزاء سليمه تم احتسابها عن طريق حكم الفيديو. بعد كده عندنا حاله طبعا مطالبه فيوتشر لركله جزاء، الكوره اصلا هتلاقيها جايه في ايد لعيب نادي فيوتشر ما جاتش في لعيب ايد نادي امبي، اما بنيجي نبص اما الكوره نازله على ايد لعيب نادي فيوتشر، قرار نادر امر الدوله ومعاه محمد سلامه ميدو لا يوجد ركله جزاء واستمرار اللعب هو القرار السليم. بعد كده عندنا في حاله برضو في نص الملعب، حاله فنيه، دي الحاجه اللي واجبها ضرب بالكوع من لعيب فيوتشر. تم احتساب الخطا ولا شفنا كارت اصفر ولا كارت احمر. الكره دي طرد. بيستخدم المرفق بالشكل ده قصاد الحكم، الحكم حسب الفاول بس، لا الكرة دي في كارت احمر على لعيب نادي فيوتشر بيستخدم المرفق بتاعه في منطقة غير محمية في وجه لعيب نادي امبي، هنا في كارت احمر ضد لعيب نادي فيوتشر. بعد كده عندنا في حاجتين بس لا يمكن بالشكل احنا شايفين الماتش ده اصلا مش عاجبني في كل حاجة. الاثنين لعيبة في فرقتين خصم، يعني فرقة مهاجمة وفرقة مدافعة، الاثنين لابسين زي بعض. مش معقولة، احنا بنتكلم في اعلى ممتازة، اعلى مستوى، انت بتتكلم في مستوى عالي في دور 32 في كاس مصر، الحارسين المرمى لابسين زي بعض خلال ال 90 دقيقه ولعبنا 120 دقيقه وفي 25 دقيقه، مباراه غير موفقه بصراحه للنادر، النادر عنده حاجات احسن من كده بكتير، نادر انا كتير جدا اشدت بيه
بس زي ما بشيد لازم اقول له لا في عندك حاجات غلط، واكيد اللجنه صحيح. هتقعد معاه وتكلمه في حاجات كتير. كابتن سمير قولي تقييمك كام من كام النهارده للطاقم التحكيمي؟ ما اقدرش ادي تقييم للاداء اللي انا شفته بصراحه والله، لسبب بسيط، الحاجات الفنيه كلنا ممكن نخطئ فيها، انما تحركات توصلك لنتائج مش كويسه مع حكم انا كنت بشوفه من ضمن الحكام اللي ممكن يبقوا مرشحين للقائمه الدوليه، بالرغم من كل ده اللي انا قلته لك، شخصيته قويه جدا في الملعب، يعني شوف اللي احنا كلنا شفناه، شخصية نادر أمر الدولة شخصية قوية في الملعب، ما تأثرش بحاجات كتيرة، بس في حاجات ما ينفعش نادر يقع فيها. أنا بعيد تاني صحيح. نادر كان من بالنسبة لي من أفضل الحكام، كبوة النهاردة وتعدي، دي الحالات التحكيمية طبقا للرؤية التحكيمية اللي احنا شفناها.